أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم طويلة غرب في خليج السويس. أضافت الوزارة أنه تم حفر بئر جديد من خلال تسهيلات إنتاج المبكر التي تم تركيبها مؤخرا في حقل شمال جيسوم الشمالي. ويعد البئر هو الرابع الذي يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر ضمن المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافي وتنمية منطقة الامتياز.